ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. ابتداء من يوم الأحد سترتفع أسعار السجائر اعتبارا من فاتح يناير المقبل تطبيقا لبنود قانون المالية لسنة 2023، حيث ستتواصل الزيادة على مدى الأربعة أعوام المقبلة تبعا لتوصية منظمة الصحة العالمية. إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عممت مذكرة على مصالحها اليوم الجمعة 30 دجنبر حول ثمن البيع للعموم للسجائر اعتبارا من فاتح يناير المقبل. الزيادة التدريجية في الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ على مدى 5 أعوام تهدف إلى الانتقال من 100 درهم لكل 1000 سيجارة في 2022 إلى 550 درهما في عام 2026.